ما تلا زفت انت هو عدوى في اللي حاضر يا بابا اهو. طب يلا بقى انتوا عايزين حاجه؟ هتروح فين انت كمان؟ هروح عشان العب في الملاهي شوي. طب اقعد اشرب حاجه الاول وبعد كده بروح زي ما تروح. لا يا بابا انا مش عطشان. مش عطشان ايه وانا بقول لك اقعد اشرب ميه. طب يا بابا انا مش عايز اشرب حاجه دلوقتي. انا مش عايز اشرب حاجه دلوقتي. انا عايز اروح العب في الملاهي. طب اقعد اشرب حاجه بس الاول وبعد كده بروح زي ما قلت لك. طب خلاص ماشي انا هقعد اشرب بس هشرب مانجا. انت كنت بتقول لي انت كنت عايز تروح فين؟ عايز اروح الملاهي. طب انت عارف الطريق ولا اجي اوصلك؟ وصلني ايه؟ لا طبعا ده انا عارف الطريق وعارف كل الاماكن هنا. يلا باي. يلا مع السلامة. انا عايز اطلب لي مانجا شافني ورس. هتشرب ايه يا فندم؟ ها؟ طب هتطلب ايه يا بابا؟ انت عايز تشرب ايه؟ انا هشرب اي عصير يا بابا، اي عصير موجود عندك، يعني مثلا فراوله، جوافه، موز باللبن، مانجا، اي عصير عندك انا هشربه، اي حاجه بقى. طب خلاص ماشي، هات لنا اتنين شاي. تحت امرك يا حاج. حاجه تاني؟ انت عايز حاجه تانيه قبل ما الراجل يمشي؟ ايوه انا كنت عايز عصير مانجا. خلاص ماشي. لا شكرا كده مش عايزين حاجه تاني. خلاص ماشي. هو ايه ده يا بابا؟ ايه ده؟ انت عارف ان انا ما بشربش الشاي، بتطلب شاي لما انت عارف ان انا ما بشربش الشاي. والله طب ما قلتش لي الله يخرب بيتك. ثانيه واحده بقى بعد اذنك. امرني يا حاج عايز ايه؟ الاثنين الشاي اللي عندك دول اخليهم واحد شاي بس. خلاص ماشي يا حاج. في حاجه تاني؟ انت عايز حاجه تانيه قبل ما الراجل يمشي؟ يا سمير شوف العيال في الملاهي دي، شوف لي اهاليهم فين وتعالى حاسبهم. يا نهار اسود، هي الملاهي اللي الزفت اللي واقف فيها دي بفلوس؟ ايوه طبعا بفلوس. اما انت تفتكر ايه؟ طب ما قلتش ليه حيوان انت. طب انا اعمل ايه؟ طيب تعمل ايه؟ ما تعملش حاجه خالص، خليك قاعد مسكوع. انا لما اروح اجيبه انا مش عارف انا ايه اللي جابني هنا. انا كنت قاعد في البيت معزز مكرم، جيت للغلب والقرف اللي هنا. انت يا زفت يا لوقا. ايوه يا بابا. تعالى جاي بسرعه. خلاص ماشي جاي اهو، جاي اهو. اخير يا بابا في ايه؟ من غير كلام كتير اطلع بسرعه وتعالى ورايا. يلا. ما قلتليش بقى انت فين؟ قاعده قدامي في. ايوه خلاص شفتك اهو، شفتك ماشي. يلا سلام سلام. انت تفضل قاعدين كده كتير ولا ايه؟ طب هنعمل ايه يعني يا بابا؟ هنعمل ايه؟ روح خد لوقا، المكان واسع قوي كبير، وروح اقعد في مكان تاني وغيروا جو. طب تصدق يا بابا فكرة؟ والله العظيم فكرة، فكرة جامدة قوي. تعالى لوقا وراي، تعالى تعالى. يا عم اقعد بس ومالكش دعوة. بعدين يا عاد اهو في ايه بقى؟ بص بقى، احنا هنطلب كل المشاريب اللي احنا عايزينها، كل المشاريب اللي احنا نفسنا فيها هنطلبها دلوقتي، ماشي؟ ده ماشي طبعا، اطلب وانا معاك. طب تمام. بعد اذنك ممكن ثانية واحدة بس؟ امرني يا فندم. هتشربوا ايه؟ بص بقى افتح صفحة واكتب اللي هقول لك عليه، عايز مانجا وجوافة وعصير باللبن وموز وتفاح وجوافة وموز باللبن وشاي وسكر وملح ورز وكل المشاريب اللي عندك، وعايز موز لحمة وبطاطس باذنجان ولوز باللبن والعنب والعنب وشاي وتفاح وموز باللبن وملوك. ولو تستسمع كوبايه ميه ساقعه. تمام كده. وانت حضرتك تشرب ايه؟ انا بقى انا عايز مانجا وفراوله وتفاح وموز ومانجا وفراوله ومانجا وفراوله وتفاح وعنب ومانجا وفراوله وتفاح وعنب وموز ده وده 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 تاني. طب كده تمام، عايزين حاجه تاني؟ ها عايز حاجه تاني يا ابني؟ لا انا بقول كفايه كده خلاص، حلو لحد كده. طب خلاص ماشي كفايه لحد كده. خلاص ماشي، ثواني والطلبات هتكون عند حضراتكم، ثواني. اقول لك ايه؟ يلا نطلع من هنا بسرعه قبل ما بابا يعرف بالبازوطه اللي احنا عملناها دي كلها. يلا نطلع بسرعه. طب انت قاعد مستني ايه؟ ما يلا. انا اسكن عن نفسي، انا مش مستني حاجه. انت مستني حاجه؟ لا انا مش مستني حاجه. طب خلاص يلا.
الحساب يا حاج. طب هات هات اتفضل. ايه يا ابني كله ده؟ ايه كله ده؟ انا بقول لك هات حسابي مش هات حساب الكافيه كله. لا يا حاج انت فاهم غلط، ده حسابك انت بس. نعم انت بتقول يا حبيبي؟ زي ما بقول لك كده يا حاج، ولادك هم اللي شربوا المشاريب دي كلها. ولادي انا هم اللي شربوا المشاريب دي كلها. ايوه.